عندي اوبشن كمان اسمه اللوك، وهو معناه ان انا امنع ان ريسورس معين عندي تتمسح بشكل غلط او يتعدل عليها، سواء كان الكلام ده على مستوى ريسورس او ريسورس جروب. يعني مثلا لو رحت على المكنه اللي اسمها في ام داش احمد دي، هلاقي في اوبشن اسمه لوكس، بعمل قفل ممنوع من اد هنا، ممنوع ان حضرتك تمسح لي المكنه دي، وسميه مثلا دونت ديليت. اوكي خلاص. فانا لو جيت امسح المكنه دي، يقول لي فيلد تو ديليت لان هي معمول لها لوك. اقدر كمان امنع التعديلات على الاوبشنز بتاعتها، سواء اي بي او نتورك او كلام من ده، برضو من لوك. ريد اونلي اوكي. في الحالة دي أنا وقفت التعديلات على المكنة دي. أقدر كمان أطبق نفس فكرة اللوك دي على مستوى الريسورس جروب. أي ريسورس جروب أختارها وليكن ويب سايت، ممكن من اللوك أعمل نفس القصة للجروب.